السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بكم متابعيني على قناتنا، قناة أبو أحمد لتربية الطيور في البيت. النهاردة جالي كان سؤال من القناة وخارج القناة. احنا داخلين على الشتاء والفراخ بيكتر فيها الشوطة والتسممات والفيروسات والحاجات دي، نعمل ايه؟ ان شاء الله الحل بسيط جدا وسهل جدا، لكن قبل ما نبدا حلقتنا ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان اللي لسه بيشاهدنا لاول مره ما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو وتفعيل الجرس، ويلا بينا نبدا على بركه الله نبدا الفيديو بتاعنا الجميل. هنطلع البط بتاعنا الاول يتهوى، لان يا جماعه الخير زي ما احنا قلنا ان التهويه عندنا شيء مهم جدا. يلا اطلعوا يا حبايبي اطلعوا، التهويه عندنا شيء مهم جدا 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 للطيور بتاعتك. اهي البط بتاعنا هيطلع ان شاء الله اهوت. يلا يا حبايب، يلا يا حبايب قلبي، الله اكبر، تبارك الله ما شاء الله. ماشي، اللي يشوف حاجه زي كده يا جماعه دايما خلي لسانكم ايه في ذكر لله، نقول اللهم بارك اللهم بارك. طب نعمل ايه حضرتك عشان نتلافى الشوطه بتاعه الشتاء والفيروسات اللي بتكتر في الشتاء للفراخ بتاعتك؟ حل سهل جدا وبسيط. رفع، هجيب رفع مناعه، اي رفع مناعه من عند دكتور بيطري، رفع مناعه مع بتادين جروح. ايوه زي ما سمعتي بالظبط كده، رفع مناعه مع بتادين جروح. تمام، لو عند حضرتك سقايه 8 لتر 8 لتر هتحطي 8 سنتي رفع مناعه زائد 8 سنتي بتادين جروح. تمام، يعني مع كل لتر سنتي من رفع المناعه وسنتي من رفع بتادين والجروح، وتخلطيهم على بعض وتحطي للفراخ بتاعتك منها. ان شاء الله حضرتك لو وظبطي على الكلام ده مرة ولا مرتين في الاسبوع باذن الله، وخصوصا في الشتاء، وخصوصا في الشتاء، ان شاء الله هيتمنع عنك خالص موضوع الشوطة وموضوع الفيروسات اللي بتبقى في الشتاء. انا حبيت اقول لكم الامور دي عشان تكونوا مستعدين، لان احنا خلاص ان شاء الله داخلين على فصل الشتاء. كل عام وانتم بخير، سامحوني انا صوتي تعبان كتير جدا، فانا طبعا قمت غصب عني عشان اتواصل مع حضراتكم واكون دايما معاكم على اتصال. لو في اي سؤال ان شاء الله اكتبوه لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله هنجاوب مع بعض، وربنا ييسر ان شاء الله لما القناه بتاعتنا توصل ان احنا نقدر نفتح بث مباشر، هنفتح بث مباشر مع حضراتكم على الهواء مباشره مع الطيور بتاعتنا، وهنستقبل الاسئله بتاعتكم، وهنحدد وقت مثلا او يوم او يومين في الاسبوع نعمل بث مباشر، نقعد نتكلم وندردش ان شاء الله مع بعض. دمتم طيبين، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا في فيديو جديد.